اول حاجة عشان ابدأ اقلي السمك لازم أنا اكون الاول غسلاه كويس جدا، زي ما انتوا شايفين انا غسلاه كويس ونقعاه في مية وملح وليمون. بصوا قلب السمكة، بصوا نضيف جدا ازاي اهو. لازم بنقعه كده بيطلع الزفارة اللي فيه، وبعد ما بنقعه في المية بالملح بالليمون بغسله كويس جدا. وبعد كده هنبتدي نشوف التتبيلة اللي هنعملها مع بعض للسمك. التتبيلة اللي بحطها في السمك وبتطلعه بجد طعمه حلو جدا وريحته حلوة، ثوم وفلفل اخضر، ممكن نحط فلفل حامي او فلفل رومي اللي تحبوه، وكزبرة ناشفة وكمون وملح وليمون. طبعا انا هحط كل المكونات ديت كلها في الكبة ونرجع نشوف هنتبل السمك ازاي. بعد ما طحنت التتبيلة الثوم والفلفل والكزبرة والكمون كل المكونات في الكبة، هنبتدي دلوقتي نحط ربع معلقة كاري عشان ياخد لون حلو بس كده على التتبيلة، ونعصر 3 ليمونات او ليمونتين حسب كمية السمك اللي احنا هنعملها. الليمون ده اساسي مع السمك. كده في ناس بتحط خل، بلاش خل، الليمون بيكون افضل وبيدي طعم حلو جدا. كده انا عصرت ليمونتين هحط معلقتين ميه بس مش كتير الميه، وهنقلب التتبيله كده. كده تمام جهزنا التتبيله للسمك. بصوا السمك انا بعد ما نقعته حلو في الميه والملح والليمون زي ما وريتكم، غسلته مره كمان. النقع ده بيطلع منه الزفاره وبيخليه ريحته حلوه. قبل ما نبتدي ان احنا نتبل السمك، انا بحب افتح السمكه فتحه كده او فتحتين حسب ما بتحبوا، بتطلع مقرمشه مع التتبيله اللي هوريها لكم كمان ازاي تطلع مقرمشه السمكه، وفي نفس الوقت بتاخد من طعم التتبيلة وبتبقى طعمها حلو. بصوا كده اهو، لو السمكة صغيرة كفاية ان احنا نفتحها فتحة واحدة، لو كبيرة بنفتحها فتحتين كده اهو. تمام الفتحة دي بتخلي السمكة مقرمشة، وفي نفس الوقت بتبقى التتبيلة بتديها طعم حلو. هنبتدي دلوقتي نتبل السمك مع بعض. بصوا نفتح قلب السمكة كده وناخد التتبيلة اهو كده، والفتحات اللي احنا فاتحينها انا بحط فيها الثوم كده. طبعا في ناس ما بتحبش طعم الثوم، اللي ما بيحبش الثوم ممكن بالفلفل والليمون وكده ويتبل السمك، بس هو بصراحة الثوم بيديله ريحة حلوة جدا وطعم حلو. يعني التتبيلة دي بتتاكل. بصوا اهو كده تمام، هتبل كمان واحدة معاكم. بصوا
اهو الفتحة ديت بحط فيها التوم كده ومش كتير، هو عشان تتبل بس وتاخد من طعم التتبيلة تبقى حلوة السمكة كده. بفتح قلب السمك وبتبل كده اهو، بصوا اهو كده هتبل بقية الكمية. وكده انا تبلت كل السمك، التتبيلة اللي فاضت ديت انا مش برميها، انا بحطها عليه كده من بره ياخد طعم التتبيلة كده. بصوا احنا هنسيبه كده ربع ساعة علشان يتبل حلو، وبعد ربع ساعة هوريكم الخطوة التانية اللي تخلي السمك معانا مقرمش وطري كده من جوه ومن بره مقرمش ولذيذ. وبعد ما السمك سبناه في التتبيلة ربع ساعة، بص اهو هنبتدي دلوقتي نجهز الكفر اللي هنعمله على السمك عشان يطلع معانا مقرمش. بصوا ده نشا، بنحط زي نص كوباية كده ودقيق، يعني نص كوباية نشا عليهم كوباية دقيق. وهنحط على النشا والدقيق هنحط ملح وكمون، نفس المكونات اللي حطيناها على السمك هنحطها على الدقيق. الكمون حلو قوي مع السمك. وهنحط كاري، حابين تحطوا كزبرة ناشفة تمام، مش حابين خلاص بلاش. هنقلب كل المكونات كده مع بعض، النشا والدقيق والكاري والملح والكمون كده تمام. هنبدأ نجيب السمك، هنشيل من عليه التوم اللي هو خارج من بره السمكة كده اللي كنا حاطينه عليه اللي هو التتبيلة عشان ما يتحرقش معانا في الزيت. وهنتبل السمكة كده اهو، كده تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا السمكة عليها التوم اللي من بره دوت، انا هشيله علشان ما يتحرقش معانا في الزيت. وهننزل بالسمكة كده اهم شيء ان احنا نكون نحط الدقيق مع النشا على السمك كويس عشان هو ده الكفر اللي بيخلي السمكة تطلع معانا ناشفة ومقرمشة من بره. هخلص كل كمية السمك في الدقيق وهنشوف هنعمل ايه كده. بعد ما تبلت السمك في الدقيق مع النشا انا المفروض بحطه على طول في الزيت، ما بسيبوش علشان ما يتشربش الدقيق وما يبقاش مقرمش. انا ممكن عشان يطلع مقرمش يعني مقرمش جامد بروح حاطه السمكية في مية واروح حطها تاني في النشا بالدقيق، بتاخد كفر تاني فبتطلع لي السمكية مقرمشة قوي. انا كده تمام، انا هيطلع برضو مقرمش زي ما انتوا شايفينه. بصوا اهو لو اتشرب الدقيق من عليه انا بحطه تاني كده في الدقيق اهو كده وبنزله على طول على الزيت. الزيت يكون سخن وننزل بالسمك. زي ما قلت لكم السمك لما يتشرب كده الدقيق بنزله تاني في الدقيق بالنشا كده عشان ياخد كفر ويطلع معانا مقرمش. بصوا اهو بكده هيطلع معانا السمك طعمه حلو جدا ومقرمش من بره كده تمام.
الان السمك انا قلبت واحده، ما نستعجلش في تقليب السمك وهو بيتقلي، انا لما ياخد اللون علشان ما يتهريش. لما بياخد اللون كده الذهبي بقلبه على الجنب التاني كده يبقى تمام ما بيتهريش. اما لو احنا قلبنا السمك وهو لسه ما بيناقش اللون الذهبي دوت بيتهري مننا. اهو زي ما انتم شايفين السمك لونه حلو جدا وكمان ناشف ومقرمش، بصوا من بره ازاي كده. بعد ما قلينا السمك طالع حلو قوي قدامك اهو، عملت معاه رز وسلطة وبألف هنا والشفاء. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. اقول لكم سلام وانتظروا مني فيديو جديد.